العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وأفضل بريته العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد سيدنا ومولانا القاسم المصطفى محمد. الله صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما مولانا أمير المؤمنين وآخر الحجج الحجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين له الفداء. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدوا بين يديك. لا جعله الله آخر العهد منا لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. في خدمتكم بضع دقائق حول ما يمكن أن ينعكس من القرآن الكريم في حول نهضة أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. على شأني أن نهضة أبي عبد الله انعطافة كبرى في تاريخ البشرية، كما أنه على سبيل المثال الطوفان كان انعطافة بشارة قدوم النبي صلى الله عليه وآله وبزوغ الإسلام انعطافة، كذلك ثورة أبي عبد الله عليه السلام انعطافة كبرى في تاريخ البشرية، وهذا الذي نستعرضه. حقيقة هذا الشأن الكبير الذي أعطي لهذا القيام وهذه النهضة فعلا ربما غيب عبر التاريخ. طبعا هذه السنوات الطوال وكتابة التاريخ من قبل أعداء آل محمد هذا الذي أدى إلى تغييب هذه الجوهرة الثمينة وجواهر من كلام أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، لأنه حقيقة قيام أبي عبد الله وثورة أبي عبد الله حقيقة هي تجلي لحقيقة تاريخية كبرى شهد بها بذلك الأئمة سلام الله عليهم حتى ما قبل أو منذ البشرية، منذ انطلاقة البشرية. وكما يقول الإمام الحسن سلام الله عليه: لا يوم كيومك أبا عبد الله. لاحظوا حقيقة ما وصلتنا من روايات تبين أنه ما من نبي من الأنبياء ولا مرسل من المرسلين إلا وكانت له علاقة بأبي عبد الله الحسين، انطلاقا من نبينا آدم. خلال هذه الدقائق القليلة أستعرض لكم زاويتين مما ذكرته الآيات القرآن الكريم، طبعا تجليات هذه الآيات وتفسيراتها، ثم بعد ذلك ربما جزء بسيط مما هي فعلا انعكاس إلى سنن القرآن الكريم وكيف تجلد. حقيقة منذ انطلاقة البشرية عندما الله سبحانه وتعالى يعني يتحدث إلى الملائكة ويعرض مسألة الأسماء، وردت في الروايات بأن هذه الأسماء يعني بالدرجة الأساس كانت أسماء هؤلاء الأشباح الخمسة المتعلقين بعرش الله سبحانه وتعالى، الذي لا شك لدينا بأن الله سبحانه وتعالى قد خلقهم قبل أن يخلق آدم وقبل أن يحدث هذا الكوكب الأرض أو هذه السماوات والأرض. لاحظوا أهمية ثورة أبي عبد الله تتجلى في كلام الإمام الصادق سلام الله عليه عندما يعني يريد أن يصنف العلم، يقول: كلنا سفن النجاة ولكن سفينة الحسين أسرع. ها
هذه المسألة نعم الله سبحانه وتعالى جعل فيها الخيرات. ربما طبعا مع بداية الخليقة كما ورد في كتاب الدر الثمين للمالكي، وهو من عظماء طبعا أحمد بن محمد المالكي من عظماء مؤرخي السنة في الدر الثمين يذكر هذه الرواية. طبعا هذه الرواية يذكرها العلامة البحراني في عوالم الإمام الحسين، والشيخ التستري في الخصائص، وطبعا في البحار بعدة أسانيد، بأن الله سبحانه وتعالى عندما عرض الأسماء قال له لكي تثوب إلى 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 الله سبحانه وتعالى، قل يا حميد بحق محمد، ويا علي بحق علي، ويا فاضل كذا، ويا محسن بحق الحسن، ويا قديم الإحسان بحق الحسين. قال آدم يا رب سالت دموعي حين ذكرت الخامس من هؤلاء الأشباح. فقال جبريل له مخاطبا عن الله سبحانه وتعالى: هذا ولدك يصاب بمصيبة تصغر عندها كل المصائب. شوف تصغر عندها كل مصائب التاريخ من بداية التاريخ، يقتل عطشانا غريبا وحيدا فريدا ليس له ناصر ولا معين. هذا من كتب السنة وكتب الشيعة، هذا من بداية التاريخ. نوح عليه السلام في البحر اللجي كان يخشى، وفي هذه الرواية طبعا موجودة في الكافي وفي البحار وكذا، لاحظوا قال يا رب لا تسكن هذه السفينة، فذكر الأشباح الخمسة. ثم قال، ثم ورد، شوف تعرفون بأن الجودي منطقة بين يعني في شمال العراق، ولكن السفينة مرت على النجف الأشرف ومرت على كربلاء. عندما وصلت كربلاء يعني السفينة وقفت هناك ولم تتحرك. قال يا رب لماذا كذا؟ قال هذا موضع أحد عيالك سيقتل فيه عطشانا ضاميا كذا الشكل. فقال بحق الحسين نجنا يا رب. هذا نوح عليه السلام. وقس على ذلك كل الأنبياء والمرسلين كان هذا هو ديدنهم. لاحظوا مدلولات الآيات الكريمة، شوفوا من أوضح الآيات، وذكرت قبل قليل لبعض الإخوان قول الله سبحانه وتعالى في سورة الجن الآيات 16 و17: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم في يوم يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعودا. هذا اجتمع أرباب التفاسير لو استقاموا على الطريقة، أي على ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه. لو استقاموا على الطريقة، هذه الطريقة، هذا هو السبيل الذي أراد الله سبحانه وتعالى للبشرية أن تسلكها، لأسقناهم. حقيقة يعني حرمنا من كل الخيرات حينما حرف يوم سقيفة. هذه الجارة حرفت، ولكن شوفوا الآية 16 لأسقناهم ماء غدقا، آية 17 مباشرة تقول لنفتنهم فيه، يقول الإمام الصادق لنفتنهم فيه بمقتل الإمام الحسين سلام الله عليه. هذا هو الابتلاء لنفتنهم فيه، مسألة الابتلاء هذا هو. كيف كانت نصرتهم لأبي عبد الله الحسين سلام الله عليه؟ الله سبحانه وتعالى شوفوا كل ما عمله النبي صلى الله عليه وآله وكل الآلام التي قاساها، قل لا أسألكم عليه أجرا شنو إلا مودة في القربة. طبعا قال لهم ذلك استجابوا، قال لهم يوم غدير، هذا ولاية أمير المؤمنين ومن بعده. لاحظوا في الجزء الرابع من مسند أحمد بن حنبل، إمام الوهابية الحنابلة يسمى كذا، إمام أحمد بن تيمية يقول اللهم صل على محمد، يعني من أراد
أن يجعله الله في جنات النعيم. طبعا نسيت نص الحديث، أنا عندي دائما أحفظ هذا النص، ولكن يعني ليوالي عليا من بعدي. أقول من أراد أن يرسل الله سبحانه وتعالى له جنة عدن غرسها ربي ليوالي عليا من بعدي وليوالي وليه من بعده، أي الأئمة سلام الله عليهم نكثوا ميثاقهم مع الأئمة، الله سبحانه نكسهم على رؤوسهم، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعودا. هذا ما نعانيه اليوم كله من انحرافنا عن جادة أئمة أهل البيت سلام الله عليهم. بشكل أيضا مسألة أيضا في مسألة تلقى آدم من ربه كلمات، أيضا كذلك في 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 البحار في قوله تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جنودا كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله هذا في شأن ولدي الحسين يقتل ظلما وعدوانا، وإلى نهاية هذا الحديث. كذلك في طبعا ورد في العديد من كتب أهل البيت سلام الله عليهم في التفاسير عن الإمام الصالح سلام الله عليه، قال ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، قال كفوا أيديكم عن الإمام الحسن وأقيموا الصلاة، فلما كتب عليهم القتال قالوا ربنا، قال الإمام الصادق كتب عليهم القتال مع الإمام الحسين فرفضوا أن يقاتلوا مع الإمام الحسين فنكسهم الله على رؤوسهم. كذلك في بحار الأنوار عن الإمام الباقر سلام الله عليه في قوله تعالى من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، قال الإمام الباقر هو الحسين بن علي عليه السلام قتل مظلوما ونحن أولياؤه والقائم منا إذا قام طلب بثار الحسين. لاحظوا بداية التاريخ كان الحسين، نهاية التاريخ عندما يقوم القائم سلام الله عليه، ما هو شعار القائم؟ يا رثارات الحسين. طبعا ليس انتقاما، إنما تمثالا إلى هذا المنهج الذي نقض، هذا الاعوجاج الذي جرى في الأمة يريد أن يقيمه، ها طبعا لكي يقيم الأرض يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. يقول لي هذه ثارات الحسين لأنه في ذلك اليوم انحرفت البشرية عن خط الإسلام. نعم كانت بدايتها في السقيفة، ولكن تجليها الأساس جاءت على يد بني أمية لعنهم الله الذين أنكروا وكانوا يقولون دفنا حينما يسمعوا الأذان. هذا الذي حرف الأمة، ووجدنا أن الأمة وصلت إلى هذا. طبعا أيضا من التجليات، وهذا أيضا في كتب أهل السنة وجدته أيضا في ظلال القرآن لسيد خطب، ها نهاية سورة الفجر يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هاي جنتي طبعا لها قصة كبيرة يعني يذكرها صاحب الميزان، ليست هي الجنة، هي جنة الله خاصة لخاصة أولياء. هذه نزلت كما يقول الإمام الصادق، نزلت في الإمام الحسين سلام الله عليه بأبي هو وأمي، حينما طبعا مهما يعني جرت عليه الويلات إنما كانت نفسه مطمئنة، ما رأيت مكثورا قط قد قتل أصحابه وأهل بيته أكثر شقاقا وابتهاجا من أبي عبد الله الحسين. الإمام الحسين سلام الله عليه رغم ما ربما بعض أهل المنبر بعض الأحيان أو أهل يعني ناقلي السير يتكلمون عن مسألة ربما لا سمح الله بأن الإمام الحسين كان ذليلا أو ما، إذا أبدا الإمام الحسين كان بعزته وعنفوانه ولم ينكس رأسه أبدا ولم يطلب رحمة منهم أبدا. ذلك هو أريد أن أختصر ولا لا يعني ليس لدي الوقت الكثير. لاحظوا في مسألة
سنن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم عندما يقول أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أو يقول ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. هذا أيضا هذه وردت في كيف نصرتهم لأبي عبد الله الحسين، أنه الله سبحانه وتعالى أراد أن يصفي البشرية بين من هم أصفياء طهر يقيمون وزن الله سبحانه وتعالى، يكونون يوفون بعهد الله وميثاقه، عندما يقول لهم الله سبحانه وتعالى طبعا أوفوا العهد والميثاق، هذا هو العهد والميثاق على هذه الطريقة. وكذلك عندما النبي صلى الله عليه وآله في حجة الوداع في يوم الغدير يقول لهم من كنت مولاه فهذا علي مولاه، عندما جميعهم يروحون ويبايعوا علي بن أبي طالب، ولكن سرعان ما حينما يموت النبي صلى الله عليه وآله ينكثون هذا العهد والميثاق. هذه هي الطامة. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل هذه الابتلاءات. لماذا هذه الابتلاءات؟ لكي ليميز الخبيث من الطيب حقيقة. وهذا هو كل ابتلاء ينزل على البشر، وإنما ليعرف الله جوهر الإنسان، هل هذا الإنسان يعيش فقط من أجل يومه ولقمة عيشه؟ كم من هؤلاء المؤمنين، وبعضهم من الصحابة وبعضهم من أبناء الصحابة، سمعوا واعية الحسين، سمعوا أن ابن بنت نبي رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الثامن من ذو الحجة خارج إلى أرض العراق، وهم طبعا الحج هو موضع توجه المسلمين في ذلك اليوم، ولكن لم يلتحقوا به. لأنه ليش ما التحقوا به؟ لأنه قال من لحق بنا شنو؟ استشهد. ها؟ ولم يفعل لم يبلغ الفتح. والمسألة هنا بأن ربما العديد يقولون بأنه والله أنا مثلا في يوم من الأيام تحتاج ربما أن تقاتل، ربما في يوم قريب يكون إمامنا صاحب العصر الزمان متواجد، ها؟ وهناك تصفى أيضا من نراهم من نشاهدهم، واحد مثلي يدعي أنه مسلم، يدعي أنه موالي، ولكن في ذلك اليوم أقول لا أنا مريض أنا ما أقدر. والله سبحانه وتعالى قال ولا على المريض من حرج. أقول مثلا والله والدتي تعبانة أو كذا، فلان تعبان أو كذا شكل، هذه المسألة كلنا مبتلين بها. لذلك الله سبحانه وتعالى قال يعني يدعونا بأن نوفي بالعهد والميثاق في قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم جنة. الجنة في قبال شنو؟ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. هذا أيضا ورد في التفاسير بأنها أيضا من جملة ما نزلت في أنصار أبي عبد الله الحسين، بأنهم فعلا باعوا نفوسا. شوف كما يقول الشيخ، باعوا نفوسا لهم قد غلت وأرخصوا من سعرها المثمنة، واشتروا العلياء نقدا بها، ومشتري العلياء لن يغبنا. هذا هو هؤلاء فعلا الذين واصلوا رغم ما رأوا من أنهم سيقتلون وتقطع رؤوسهم وثم حرائرهم تسبى. هؤلاء الذين صبروا وجاهدوا مع أبي عبد الله الحسين، وهم يعلمون بأن الدنيا دنيا ليست لهم، لن ينالوا الدنيا أبدا. تذكروا حبيب حينما يسقط، أو مسلم بن عوسجة حينما يسقط، يأتيه الإمام الحسين مع حبيب، يقول له حبيب لولا أدري بأني في الأثر لطلبت منك أن توصي. شنو يقول له مسلم بن عوسجة؟
خلوص أوصيك بهذا، هذا نهاية حياته، أوصيك بهذا، هذه وصيتي، لا تتركه لوحده. هؤلاء هم الذين فعلا أوفوا العهد والميثاق مع الله سبحانه وتعالى، هؤلاء هم الذين ساروا على درب الأنبياء، وهم الذين لهم البهجة يوم القيامة. حقيقة أصحاب أبي عبد الله يكونون في المقدمة قبل أن يقدم أصحاب بدر وحنين، يعرضون هؤلاء، لأن فعلا ذولاك قاتلوا مع النبي صلى الله عليه وآله، وهؤلاء طبعا وكانت لهم بعض العدة، وهؤلاء كانوا أقلة، وكانت محاطة بهم كل المخاطر. كيف بنا نحن إذا أردنا أن نكون مفلحين في هذه الحياة ويكون لنا الفلاح الأكبر والفوز العظيم، عندما في كل يوم من أيام عاشوراء هذه الأيام نردد وراء الخطيب المنبري يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما؟ هل 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 نكون كذلك؟ هل نستطيع أن ننصر؟ هل حينما يطلب منا أن نتوجه إلى ساحات الوغى نقاتل الدواعش، حينما تتعرض حرمات عتباتنا المقدسة نوجه عيالنا، ولا نقول لا يا ولدي هذه فتوى كفائية، خل غيرك، أنت وراك دراسة أو أنت متزوج وعندك عيال، خل غيرك يروح. هذا هو الابتلاء، هذا هو، هل نحن نستجيب إلى ذلك؟ هذا كل إنسان بينه وبين نفسه، صلى الله سبحانه وتعالى أن يثبت لنا قدم صدق عنده مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله الطاهرين. الله صلى على محمد وآل محمد. أحسنتم أعمال الصلاة على محمد وآل محمد. الله صلى على محمد وآل محمد. محبة الحسن والحسين الثاني. الله صلى على محمد وآل محمد. لا محبة الزهراء الثالثة بأعلى صوت. اللهم صل على محمد وآل محمد.